الاخلاقيين عيدوا النظر في منظومتكم الاخلاقيه. والله يا اخي حفيظ الله، اقول له انه عيدوا النظر في المصطلحات، بلا مصطلحات بلا بطيخ، عيدوا النظر في منظومه الاخلاق، لان الامم الاخلاق. دوله ما فيها اخلاق ما فيش يا رجل. رئيس دولتك، رئيس دولتك بن بله هو صاحب نظريه حل السروال. تخيل رئيس دوله عندك يقول وزير داخليته اذا انا بحل لك السروال، اذا كان هذا رئيس. في فساد في منظومه الاخلاق، لانه حكامكم كانوا فسدا فانعكس ذلك على اخلاقكم. هتقولين نحن باعاده النظر فيما، عيد النظر في التربيه. انتم بحاجه الى تاهيل نفسي، تاهيل تربوي. عدد كبير جدا من اتباع النظام الجزائري، ولا اعني الشعب الجزائري، بحاجه الى مدرسه تاهيليه. يعني انتم بحاجه الى من يربيكم، الى من يربيكم، اباؤكم امهاتكم خلفوكم ورموكم للشارع. هذا اذا لم يكن في الجينات نفسها خلل. فلذلك تربيتكم رديئه واخلاقكم سيئه، وحتى نفسياتكم يا رجال مرضى نفسيين. انتم بحاجه الى تاهيل نفسي، تاهيل تربوي، تاهيل اخلاقي. جمعوكم كذا، نفتح لكم ملجا هكذا ونحطكم ونجيب لكم تربويين من اي مكان يا اخي. المغرب احسن شيء من المغرب، هم ادرى الناس بكم، يربوكم من جديد. والله ان هذا تعود وان بيربوكم. ما فعلوه في هذا العشرين اليوم الماضية هي أسلوب من أساليب التربية. المغاربة عليكم مسؤولية أن تربوا بالطريقة التي تعجبكم أنتم كمغاربة. ربوهم، ربوا هؤلاء الجيران، ربوهم. إن فهموا بالمنطق وبالأخلاق ربوهم، إن فهموا بالوثائق وبالضرب وبأم حسن ربوهم. مسؤولية التربية هذه عائدة إلى الأخوة المغاربة، لأنه هم دولة لا عمق. أنتم دولة طارئة، تقولي تاريخنا وعمقنا وهوية. ما للأسف يعني حالنا نكون واضحين، يعني الدول الأمة التي لها جذور، ما أنتم لستم من هذه الدول. أنت مثلك مثل الكيان الصهيوني، مثل الإمارات، الكيان الشخبوطي، الكيان البحريني، الكيان الدول المهجنة القديمة الجديدة. لستم دولة أمة، يعني الجينات جديدة، حالة طارئة. أنتم لستم تلك الدول العميقة كالمغرب مثلا أو كاليمن أو كالعراق أو كالشام. ما فيش معك شيء.